أودت الكوارث الطبيعية في فيتنام بحياة 192 شخصاً خلال الشهرين الماضيين، فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين. كما تكبدت البلاد خسائر اقتصادية بقيمة 30 تريليون دونج، أي ما يعادل قرابة 1.3 مليار دولار. وقالت السلطات الفيتنامية أن حصيلة الشهرين الماضيين تجاوزت خسائر العام الماضي بأكمله، عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصاً وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون دونج. وأوضح وزير الزراعة والتنمية القروية نيوين شوان كونج قائلا: شهدنا 9 أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية غير طبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج. ومرت منطقة وسط فيتنام بعام صعب، إذ شلت كارثة فيروس كورونا قطاع السياحة المهمة حتى قبل وقت طويل من هبوب الأعاصير، سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان. وفيتنام معرضة دوما لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول سواحلها.